شخصية برزت على عدة أصعدة رفعت اسم لبنان بالعالي بعالم الإعلام والإعلان، وهو مؤسس لعدة جمعيات إنمائية واجتماعية لخدمة المواطن والمجتمع. ضيف 17 اليوم هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق لتلفزيون لبنان الدكتور طلال مقدسي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم أنتوا، أهلا بالوجه الحلو. إذا تلفزيون ثورة وهيدي الثورة كلنا مع الثورة. شكرا لك. وانت كمان إذا بنعدد لك إنجازاتك كتير كتار فاختصرناه هون بهيدي المقدمة. أستاذ طلال، بوقت ما كنت بتلفزيون لبنان كنت بالكوبيام، شو حققت للبنان؟ شو عملت للبنان وقتها؟ ليكي الكوبيام أول شيء هي مجموعة جميع وسائل الإعلام راديو وتلفزيون لجميع دول البحر الأبيض المتوسط. كنا تقريبا شبه مش موجودين فيها بس بالاسم. من بعد سنة تم انتخابي رئيس للكوبيام وسخرنا الكوبيام يلي هي فيها 27 دولة لدعم تلفزيون لبنان وإيصال رسالة لبنان لجميع الدول الخارجية. يعني وصلنا لمرحلة عن طريق الكوبيام دخلنا بالإي بي يو يلي هي يوروبيان برودكاستينج يونيون ليأمنونا كل نقل كل الأحداث تبع أوروبا. لحقتها الأسبو يعني الأرب ساتلايت برودكاستينج يونيون يلي مثلا أمنت لنا الأسبو ننقل الألعاب الأوليمبية يلي صارت بالبرازيل، كنا عم ننقلها مباشرة على تلفزيون لبنان دون مقابل. ودخولنا الاي بي يو يوروبيا برودكاستينج يونيون فتحت لنا المجال القانوني لننقل المونديال على تلفزيون لبنان دون ان ندفع ولا ليرة. كان انجاز بوقتها يعتبر، يعني انجاز هذا واجب. لكن المشكلة تبعنا بلبنان اذا الواحد قام بواجبه اليوم بيقول يا لطيف يا لطيف هذا زلمي شو كويس، عم بيقوم بواجبه. يعني نحن وصغار اذا واحد كذب يدله عليه بالاصبع، اليوم اذا واحد صدق بدله عليه بالاصبع. هذا المشكل اللي نحن عم نواجهه بلبنان اليوم. بما انك هالقد بتهتم بصوره لبنان ليه ما شفناك بالشان العام مع انك انت وقت ترشحت بالانتخابات النيابيه بال 2018؟ شوفي انا بترشح بالاسم، اليوم اللي بترشح بكتب الكتاب العزوف عن الترشيح بيوم اللي بقدم ترشيحي لسبب واحد، لانه وقت اللي بيكون في انتخابات وبتقولي انا مرشحه بصير عندك اطلالي على الناس، اطلالي على المناطق، اطلالي اعلاميه، تقدر توصلي وجع الشعب وجوع الشعب وقهر الشعب وقهر المواطن وهدر الدولة وكل ما إلى هنالك فيك توصلي. وقبل الانتخابات بأسبوع عشر أيام منقوله استغنينا عن 10,000 ليرة أو 10,000,000 ليرة اللي هن اللي بيقدموه وبتنسحب. وإذا ما شفتيني بالشأن العام كتير لأنه ما بتحبي لبنان في وضع يد عليه من سياسيين الداخليين، مش ضروري انه تكوني بارزة مؤهلة قادرة بدك تعطي، لا تتوصل للشأن العام بدك تزقفي لأحد الزعماء السياسيين. والزعماء السياسيين عنا اذا عمل 180 درجة برم بدك تلحقي 180 درجة برم على العمياني دون ما تسألي. اللي عنده كرامة والمؤهل واللي نجح داخليا وخارجيا وبالعالم وبنى أكبر مجموعة إعلامية إعلانية بالشرق الأوسط. أنا بلشت مؤسستي الكبيرة ب83 بثلاث موظفين، بال2006 كنا 1482 executive. كنت تنام بالمكتب؟ كنت نام على الأرض بالمكتب لما بلشت، ما معي استأجر أوضة، وبفتخر أنه بعرق جبيني وصلت، لا سرقت ولا نهبت. وبتحدى اي انسان يقول اني عملت ليره من لبنان، انا ماني عامل ولا ليره من لبنان، كل شغلي من الخارج من برا. والحمد لله الله انعم علينا اكثر ما بنستاهل. هدول اللي نجحوا، ومش انا مش وحدي نجحت، نجحوا بالطب، نجحوا بالهندسه، نجحوا بالاقتصاد، نجحوا بالصناعه، وين ما راحوا نجحوا. بده يرجع على لبنان يزقف ورا زعيم سياسي على العمياني وقال له ما له دور، لانه الزعيم السياسي بلبنان ما بيقبل حدا يمشي حده.
ولا بيقبل حدا يقعد معه، بده العالم تمشي وراه. لا، اللي عنده كرامة ما بيمشي ورا حدا. يعني انت بالانتخابات الجاي اذا اجت ما بتترشح على يعني لبنان بحاجة لأشخاص مثلك؟ في شغلة، الانتخابات اللي جاية انتو تلفزيون 17، يعني انتو منطلقين من رحم 17 تشرين. 17 تشرين هذه الانطلاقة هي اللي عطت أمل جديد لاستعادة لبنان دوره والمواطن اللبناني دوره. هذه الانطلاقة فتحت مجال للتحرر من القيد السياسي. في كتير بنادوا اليوم انتخابات مبكرة انتخابات مبكرة، أنا ما بنادي لانتخابات مبكرة، بصلي كل يوم بتصير الانتخابات بوقتها، لأنه طقم السياسي القائم اليوم يلي صار له كذا من سنة لليوم، مجلس النواب ومجلس الوزراء كل شغلهم وهمهم كيف يبعدوا القضاء عن الحكم بقضايا الهدر وبقضايا الفساد تبع السياسيين. إذا شلت النواب والوزراء والرؤساء من الغطاء القضائي تبع لبنان، مين بدهم يحاكموا القضاة؟ أنت وأنا؟ لهذا السبب، ما بدهم يكون تحرير القضاء واستقلالية القضاء هي إنقاذ لبنان. واليوم لن تحرر اليوم، لأنه في نحن 17 سنين أنا ما بسميها ثورة، أنا بسميها انتفاضة، لأنه القانون اللي عندنا الموجود بدنا من ضمن القانون نغير القائمين على الدولة، ما نغير الدولة ونغير أنظمتها. كل زعماء السياسيين والعالم يقولوا طائفية طائفية طائفية، شو خاصة الطائفية؟ المشكلة هم الزعماء السياسيين يلي وضعوا إيدهم على الطائفة يعني وعلى الطوائف. يعني مشكلتنا السياسية وليس الطائفية. المشكلة ليش هالسياسيين اليوم مجلس النواب مثلا، الموقع الكاثوليكي أو موقع الأرثوذكسي، هذا للزعيم ولا للطائفة؟ بدي أرجع للموقع المجلس الأعلى الكاثوليك. نحن من فترة نزلنا تقرير عن هالموضوع واتهمونا أنه أنت الممول لهالتقرير كرمال تسكر الطريق بوجه ممثلين الأحزاب بأنه يوصلوا لهيدا الموقع. أول شيء عم بتعرف عليكم اليوم وأهلا وسهلا فيكم. بدنا إياك وأخذتوا نص ساعة لتعرفوا وين المكتب. هيدي التهمة، إذا هيدي التهمة هي وسام منيح؟ أوكي. نحن بالمجلس الأعلى، أنا عضو المجلس الأعلى مثلي مثل غيري، هدفي تطوير المجلس الأعلى، نعم، وكل أنا هدفي وكل إنسان كاثوليكي له حرية الهدف والعمل لصالح الطائفة. اليوم إذا في شيء بيوقف بوجه الدور السياسيين بالمجلس الأعلى، لأنه أثبتت لنا الأيام أنه خلال آخر 6 سنين مثلا ما عمل شيء المجلس الأعلى ولا اهتم بموضوع، احترقت الأشرفية واحترقت الجميزة وانهدم مرم خايل، ونن المسؤولين عن النواب وزعماء طائفة الكاثوليك تبع بيروت، عنا 2 ميشيل فرعون مليونير وشو اسمه ونقولة صحناوي كمان مليونير، وينني؟ ليه ما حدا منهم حط ايده بجيبته؟ وين دور المجلس الاعلى؟ هون دخل سيدنا البترك وعمل لجنة بالبتركية وقفنا كلنا مع هيدي اللجنة وأمنها لكل بيت كاثوليكي صار عنا ببيروت داتا كاملة، وصل له الدواء اللي هو عايزه والمعونات الغذائية اللي هو عايزها والفلوس الكاش اللي هو عايزها. طيب هلا شو الخطة؟ تحت راية سيدنا البتر. شو الخطة لتطوير المجلس الأعلى؟ خطة بدها تطوير من الداخل. هلا أي شيء بالقانون، حتى اليوم بكل مجالس العالم في بيسموا لجنة تطوير القوانين. المجلس الأعلى بدنا نحرره من السياسي ليكون عنده دور، مش تحرير 100%، سياسيين عندهم دور، بس هالمجلس الأعلى يكون عنده دور اجتماعي، دور تربوي، دور أخلاقي، دور إنمائي، دور وقوف. اليوم عنا وزارة الاقتصاد بينتهي مدة، بيطلع على التقاعد مدير عام الاقتصاد، خلال 48 ساعة مجلس الوزراء ما بينطروا للخميس، بيعملوا يوم الأربعاء ليعينوا مدير عام لوزارة الاقتصاد. دهلك ليش لحد هلا ما عينوا مدير عام لتلفزيون لبنان؟ ليش لحد هلا مش معينين مدير عام الطرق بوزارة الأشغال وما إلى هنالك؟ لأنه السياسيين بيهتموا بمصالحهم الخاصة،
ما بيهتموا بمصالح الطائفة، ما بيهتموا بمصالح الناس. حكي هاي تعرفي غنية الله يرحمها راح اسمها هلا، بارولي 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 دليدا، قلت السياسيين بارولي بارولي بارولي، والسياسي والسياسي هي فن الكذب عندنا بلبنان، السياسي هي فن الكذب، وبدهم المواطن على العملاني يبصم. ولكن وين وصلونا بلبنان؟ لو من السياسيين لبنان جنه، لبنان جنه على الارض. طيب من فتره وقتها كان ملحم رياشي وزير الاعلام اتهم من بعض الثوار انه هو عم بيدفع بدفع مخصصات استنسابيه من دون معايير واضحه. شو تعليقك انت على هالموضوع؟ لا تعليق، ما عندي علم على بالتفاصيل، اذا شيء مني اكيد منه 100% بالارقام ما بحكي فيه. هني كان عندهم دليل وقام راح رفع عليهم دعوه. يا قلبي اذا كل ما في دليل بده ينرفع دعوه، بدك مجلس، بدك مجلس القضاء الاعلى والقضاء ما يشتغل على مده 10 سنين الا دعاوي على المسؤولين الحكوميين اللي مروا على لبنان من 20 سنه الى اليوم، كلهم يعني كلهم. شو حقق بوزاره الاعلام؟ مين؟ رياشه. ما عندي علم اي عن اي انجاز اطلاقا، الا انه وصل تلفزيون لبنان للاسف لما وصل عليه اليوم سلبيا. طيب شو عم بيعيقوا لتلفزيون لبنان من التطور؟ شو عم بيعيقوا؟ عدم وجود مدير عام. ليكي انا لما كنت مدير عام بتلفزيون لبنان كنت معين من القضاء لفتره انتقاليه الى ان يعين مدير عام جديد. ما في اسهل منا اني انا فل، انا بدي فل، بس بفل لما يعين مدير عام جديد بستلب وبسلم وبفل اوتوماتيكلي، ما بدها وجع راس. المشكلة انه بعض الوزراء ما عندهم فكرة ادارية، ما عندهم خبرة ادارية، وما بيجيبوا الناس. ما عم يجي وزير اعلام جديد بيقول لك انه ما عم بخلوني اشتغل، مين هول ما عم بخلوني اشتغلوا؟ معلمينهم، لانه ما في وزير اعلام اجا حر ومحرر. هلا عنا وزيرة اعلام في احلى منها على الشاشة، بس لو بتطلع فيها البرفان على الشاشة كانت تزبط معها 100%. بس كل يوم بالصورة في مرض، كل وزراء الإعلام اللي بيجوا المرض تبعهم الشاشة، بصير إذا راح على البيت بده حدا يصور له التلفزيون، وإذا راح ليصوت بده يصور له التلفزيون، وإذا عمل زيارة لمقام معين بده ياخذ التلفزيون للنقل المباشر تبعه. يا عم يتركوا التلفزيون يشتغل شغله. طيب بما أنك كنت رئيس نادي الحكمة لفترة، ليش برأيك ما في استثمارات بالقطاع الرياضة بلبنان؟ ليكي انا كنت رئيس نادي الحكمه مزبوط لانه انا تلميذ حكمه، وانا وقفت مع الحكمه عده مرات، مش مره واثنين وثلاثه، يعني من وقت اللي ترك الله يرحمه توني شويري ترك فت على النادي ووقفته على اجري من دون ما اخذ دور. ولما راح جورج شهوين كمان للاسف كمان ترك النادي بحاله يزرى لها، كمان وقفنا على النادي، وبعدين اخذت رئاسه النادي. كان شرطي الوحيد بالنادي ممنوع إشارات سياسية بالنادي، يعني لا قوات ولا عونية إشارات سياسية بالنادي، ونجحنا. ولكن استمرارية الأندية الرياضية بلبنان ما في عندها مداخيل. ليه؟ لأنه الأندية الرياضية عندنا بلبنان مثل الثورة اليوم، نادي الحكمة مثل الثورة اليوم. شو المشكلة تبعه؟ ما بيجي على الملعب الا اللي بيخانقوا وبيسبوا وبيشرطحوا، وثلاث ارباع الشعب اللبناني بالبيت عم بيتفرج على نادي الحكمه وعم بيصلي ينجح. اليوم نحن بالانتفاضه بعثوا لنا الناس لحتى يخانقوا على الارض، لحتى الادمي مثلي ومثلك واهل الانتفاضه المضبوطين ما يقدروا ينزلوا على الشارع. لكن اللي قوصوا على المنتفضين قوصوا، شفتي لك شو واحد من اللي تورسنو وعم بخبط وعم بكسر انضرب او انصاب شي رصاصة طايشي ما بعرف منين او بشي خردقة؟ وين كان عم ينضرب؟ عم يضربوا لبعاد لحتى العالم ما تنزل، تخويف الناس. نفس القصة اليوم عم بيخوفونا، بخوفوا الانتفاضة بالكورونا، ساعة بخوفوا الانتفاضة، والانتفاضة دخلك. بدي اسألهم انا لشو النزلة على السنترفيل؟ لشو النزلة على مجلس النواب؟ ينتفضوا كل انسان بمنطقته،
ابن جبال ينتفض بجبال، ابن علي ينتفض بعلي، ابن شوف ينتفض بشوف، ابن صيفه ينتفض بشايفه قدام بيوتهم. خلي العالم لانه العالم وزلدين انتبه، ونحن مقبلين بلبنان على أسوأ من هاي الانتفاضه بكتير. نحن العالم في جوع، واللي بده طعم اولاده بيشلح وبيسرق وبكسر وبدك ايه. ولازم نفهم انه لبنان خلص بكفي ولدين، الله ما بقى يدبر، بدنا نوقف مع الله لالله يوقف معنا. كل واحد معاشه 400 و500 دولار كان 7-8 اولاد، لانه بده يكبر كبر عدد طايفته، ما بقى تنفع. يعني شوف يربي اولاده، يربي عائلته، يدير باله على عائلته. الاصطفاف السياسي ما بوصله محل، لانه السياسي ببيعه وبيشتريه كل يوم، مثل ما القوى الكبرى بتبيعنا وبتشترينا كل يوم. فكرين نحن عنا السياسيين بلبنان او المواطن انه العالم كله دير شو بيتقرر بلبنان؟ ولك انجا بيعرفوا وين لبنان، لو ما في اسرائيل يمكن ما بيعرفوا وين لبنان. مزبوط. يعني هون انت عم تقول انه لازم يصير في وعي للشعب، تربيه، ادكاسيون فيزيك، ادكاسيون فيزيك، بدل ما يعطون مصاري يعطون كوندوم لبعض الناس. لو في اللاجئين السوريين عندنا اللي ملتجئين، شفت لك شي مره سوريه مش حامله ولد وماسكه ولد بايدها؟ وبعدين وبعدين مزبوط. توعيه وين؟ ما في توعيه. في تلفزيون واحد بيقدر يعمل توعيه، هو تلفزيون لبنان، ما عنده مدير. واعلامنا شو الاعلام بالعالم كله؟ اي اعلام بيقبض ليره من الخارج بيتسكر، اي حزب سياسي بيقبض ليره من الخارج يقفل ويلغى التصريح تبعه. نحن كلهم صاروا بيتباهوا انه انا بقبض من هون وبتسلح من هون والتاني بيجيني دعم من هون. وين رايحين؟ هذا بلد ولا مزرعه؟ اليوم اي صوره عم ينقلها الاعلام اللبناني للخارج عن لبنان؟ لانه الاعلام اللبناني بيتخانق وبيتصارع، بده يعمل سكوب، بيقول وين انه واحد عم بيقوس الثاني او عم بيضرب الثاني. ما حدا عم بيعمل اعلام للخارج اطلاقا. واجب اعلامي، لما كنت انا بتلفزيون لبنان عملنا كذا برامج، عندنا برامج سياحيه، برامج تربويه، برامج دراسه، عملنا التحدي الكبير بين طلاب كل بلبنان. يعني ما خلينا شيء ابتدينا فيه لانه هذا واجب. وبعدين اعلان ما في، وقت ما في مدخول اعلاني منين بده يعيش التلفزيون؟ من الميل السياسي. الميل السياسي منين بيجي؟ من الداخل ولا من الخارج؟ بيجي من الخارج. اللي بيقبض تلفزيون، اللي بيقبض مصاري من الخارج، لازم يسكروه. إذا أنتوا تهموكم إنه أنا عم بدعمكم، هذا وسام لإلي ووسام لإلكم، لأنه من الداخل عم ندعم بعض. بس أكيد. للأسف بعد ما دعمتكم هلا رح أقرر أدعمكم، نكيب اللي عم يتهموكم. نتشكرك نحن كمان. نوقف مش أوقف معكم. أكيد دعم معنوي. كمان في شو السر إنه مشاريعك يمكن شو بقولوا إنه ما بتكلف هالقد مثل ما بتكلف مشاريع اذا البلدية بتعمل مشروع نفس اللي انت المشروع عم تعمله؟ انت بكلف شيء وهن عم بكلف دبل وتربل. لانه عندي ما في سرقة حبيبي. هيدي لقلك شغلة، انا عامل بالبقاع 16 بحيرة ماي للقرى. هيدي القرى بيكلفني المتر المكعب ماي بحدود $4 تقريبا. بيكلف الدولة 20 من الاربعة للعشرين، لانه من هيلك لمالك لقبض الربح للسرقة. انا ديركت. اثنين، نفس الشيء صار معي بتلفزيون لبنان، كنا عم ناهل الارشيف، في ارشيف 16 ميلي كانت تكلف الساعه $1,840، عملتها ب $350 مع الشركه ذاتها. ليش صار فائض لما فليت؟ لهذا السبب. اليوم بلبنان عندنا هدر، عندنا سرقه، عندنا نهب، عندنا وضع يد، عندنا استئثار، عندنا توظيف محاسيب، ما عنا رقابة. واختصروا الدولة كلها عادة بالحكومة. كل الدول في الموالات ومعارضة، الموالات بتحكم، المعارضة بتراقب. طيب عنا بلبنان عنا مجلس نواب وعنا وزارة. طيب الوزارة عم تحكم، شو صارت الوزارة؟ مجلس نواب مصغرة، سموه وزارة الوحدة الوطنية، والنائب هو وزارة أنا الوزير. سميتها وزارة شركة الوحدة الوطنية. ما بقى حدا يحاسب حدا. كيف ما بده يعني النايب بقى يحاسب؟ مين بده يحاسب؟ معلمه؟ بده يحاسب شريكه؟ بده يحاسب شريك معلمه؟ هيدي خلصت، ما بقى تسوى. بدنا مراقبه، بدنا محاسبه، لا في حاسب ولا في رقيب.
شفت لك شيني براتبه اليوم 5000 دولار او 10000 دولار معه سيارات بتمشي وراء او وزير بالملايين بحق بالملايين منين في قانون في لبنان الاثراء غير المشروع مش بحاجه لمجلس نواب ينفذوه على كل العالم على كل شخص استلم اداره بالدوله من نائب لوزير لمدير عام لمسؤول مشتريات باي مكان هذا القانون يكفي لتركيع الحرميه بلبنان ما بدهم يمشوه الا ما يمرق عن قانون محاكمه الرؤساء والنواب والوزراء يعني دقيا مزيكا بدو تلتين مجلس النواب وتلتين مجلس الوزراء يعني لما انا اولادي يتجوزوا ويجيبوا اولاد ويجوزوا اولادهم متوصل انه نحاكم وعدا من الحرميه اللي هنا ابو يعني البلد. انت ما بتامن هلا بالتغيير ما في حل الا تغيير طيب شو برايك انه شو لازم يعملوا الثوار او المنتفضين لا اللي كنا بجمعوا بعضهم ليك الانتفاضه كانت عفويه كل انسان نزل على الشارع بحرقه مختلفه وبعدين صار تجمعات ومجموعات مختلفه اليوم في بحث جدي بقواسم مشتركه ليجتمعوا تحت هالقواسم المشتركه الجمعيات الكبرى من الانتفاضه لتصير فيها تنظيم لتحاشي تدخل رجال السلطه داخلها والسلطه معلش عندها مجموعات وتجمعات تابعة لبعض السلطة ولا تبع لشرطة مجلس النواب ولا مخابرات الجيش ولا مخابرات قوى الأمن الداخلي فات وين من كان ولكن إذا كان في قواسم مشتركة نظيفة وطنية لأنه نحن بلبنان نفتقد إلى المواطنة في زعامة طائفية سياسية طائفية بس ما في زعامة وطنية الزعامة الوطنية عم تبنى لها اليوم وتبين انه المواطنة موجودة عند الشعب مش موجودة عند رجال السياسة والقائمين على حكم الدولة لكن استاذ طلال بدي اتشكرك واتشكرك على هالمقابلة اللي ملانة بالمعلومات المهمة ومن فريق عمل 17 بدنا نقلك انه نتمنى نكون دايما على بمقابلات دايمة وإن شاء الله هالسنة تكون خير عليك يا رب وعلى لبنان بهنيكم لأنه الانتفاضة بحاجة لإعلام والإعلام مكلف الإعلام مكلف يعني اللي يحط واحد إعلان على التلفزيون بكلف مصاري كتير عم تعملوا تلفزيون لتتحاوروا مع المواطن تحاوروا الشعب يلي هو مصدر السلطات هو الأساس وتحضيره للقيام بواجبه بانتخابات المقبلة يلي هي بأيار 2022 على أمل أن تتجرأ الدولة وتقوم بالانتخابات بدي أتشكرك كتير وإن شاء الله كمان بيكون في عنا مقابلات مرة تانية يعني معك ونستفيد من هالمعلومات وتكون انت قدوة او مثل للاشخاص الوطنيين والنضاف ببلدنا ونقول انه بدنا مثلك يكون بالسياسة يعني وبالنيابة ليكي ما بنبحث هيدا الا بعد 2022 واهلا وسهلا فيكم المكتب مكتبكم اخذتوا نص ساعة لتعرفوا وين المكتب اليوم بس هلا صرتوا تعرفوا على اساس انه نحن بنمولكم سابقا ماشي الحال سيت الغنى ولا سيت الفقر والف اهلا وسهلا فيكم والله يوفقكم واي شيء فينا نوقف معكم نحن حاضرين ثانك يو اهلا